أهلا بكم في موجز التاسعة، ونبدأه بالذكرى 34 لتحرير سيناء، حيث تشارك القوات المسلحة بعروض جوية في سماء القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات لمشاركة المصريين فرحتهم بهذه المناسبة، فيما تتمركز عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لمشاركة الشعب المصري في الاحتفالات وتأمين الأهداف الحيوية. وفي سياق ذي صلة، كثفت وزارة الداخلية إجراءاتها الأمنية اليوم لتأمين المواطنين والمنشآت الحيوية في ذكرى تحرير سيناء، فيما انتشرت الأقوال الأمنية بشكل كبير في الشوارع والميادين الرئيسية بكافة المحافظات. من جانبه، قال مساعد وزير الداخلية لشؤون العلاقات العامة والإعلام اللواء أبو بكر عبد الكريم إن الوزارة تتخذ إجراءات أمنية أكثر قوة في المناسبات الدينية والقومية، وشدد أن الإجراءات جاءت للتصدي لأي أعمال عنف أو شغب، لافتا إلى أن التظاهر في 25 من إبريل سيكون بمثابة خروج عن القانون. أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن إغلاق محطة السادات بالخطين الأول والثاني وعدم توقف القطارات بالمحطة اليوم في ذكرى تحرير سيناء، وذلك لدواع أمنية. وجه وزير الخارجية سامح شكري رسالة إلى الشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء. استعرض شكري في رسالته أهم التحديات الخارجية المصرية وأهدافها في المستقبل، ودعا المصريين إلى انتهاز مناسبة عيد تحرير سيناء للتمعن واستخلاص العبر للتسلح بها في مواجهة تحديات الجسام التي تواجهها البلاد الآن. يزور ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مصر غدا تلبية لدعوة رسمية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر أن يعقد الجانبان قمة رسمية لتعزيز سبل التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية وتشكيل مجلس استراتيجي وتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية وبحث القضايا الإقليمية والدولية. في اليمن، شنت قوات التحالف العربي عملية عسكرية مشتركة ضد تنظيم القاعدة بمشاركة الجيش اليمني وعناصر من القوات الخاصة السعودية والإماراتية. وقالت قيادة التحالف في بيان لها إن العملية أسفرت في ساعاتها الأولى عن مقتل ما يزيد عن 800 عنصر بتنظيم القاعدة وعدد من قيادتهم وفرار الباقي منهم. سياسيا، أمهل المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وفدي الحكومة والحوثيين حتى صباح اليوم للتوقيع على الأجندة الخاصة بالمحادثات، وذلك بعد انتهاء اليوم الرابع من محادثات السلام بشأن اليمن المنعقدة في الكويت من دون إحراز أي تقدم. أفادت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يخطط لإرسال نحو 150 مدربا عسكريا إضافيا إلى سوريا لمساعدة المعارضة المسلحة، وبهذه الخطوة سيزيد عدد القوات الأمريكية في سوريا إلى نحو 300 فرد، وتهدف عملية النشر تلك إلى التعجيل بالمكاسب التي تم تحقيقها في الآونة الأخيرة ضد داعش في سوريا. دان مجلس الأمن الدولي بشدة إطلاق كوريا الشمالية قبل يومين صاروخا باليستيا في بحر اليابان، وأكدت دول المجلس 15 أن إطلاق الصاروخ يعد انتهاكا خطيرا جديدا لقرارات الأمم المتحدة، وعربت الدول مجددا عن قلقها البالغ حيال الأنشطة الباليستية لبيونغ يانغ. اقتصاد
اقتصاديا، أعلن خالد حنفي وزير التموين أن زيادة الدعم المخصص على البطاقات التموينية لكل فرد لتعوض زيادة سعر الدولار ستبدأ من يونيو المقبل. وأوضح حنفي أن نجاح الوزارة في تطبيق منظومتي الخبز والسلع التموينية والقضاء على الإهدار الذي كان ساعد الدولة في العمل على زيادة الدعم على البطاقات التموينية. وعلى خطى مصر، يعلن ولي العهد السعودي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية محمد بن سلمان اليوم إطلاق رؤية المملكة 2030، ليعلن بذلك نهاية اعتماد بلاده المكثف على تصدير النفط كمورد أساسي للدخل القومي. ومن المنتظر أن يعلن وزير الدفاع السعودي عن هيكلة صندوق الاستثمارات العامة ليصبح الصندوق السيادي الأكبر في العالم. التفرغ من العالم الإسلامي أولا قبل المجتمع الدولي ككل، فسوف تنشأ غرفة عمليات. رياضيا، حقق الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي إنجازا غير مسبوق بفوزه بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب في كرة القدم الإنجليزية خلال الموسم الجاري، أول لاعب عربي، وهو يعد أول لاعب عربي وإفريقي يفوز بهذه الجائزة. مشاهدينا، انتهى موجزنا الإخباري. فاصل قصير ونعود لاستكمال نهار جديد.